إحساس ظلم صعب والله العظيم. والمصحف ربنا ما يوري لحد، سيب الناس تظلمك قوي، لأنه ساعتها اللي هيرد عنك ربنا. يعني مش عايز أتكلم، بس شفنا أيام صعبة جدا 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 جدا، يعني جدا. أنا عشت تجربة بتاع في قصة المرض دي، بس طلعت من ده بإيه؟ إنه أنت هوا، أنت فاضي، أنت ملكش أي 30 لازم. يعني الدنيا دي فانية، هي اسمها دنيا أساسا. والله العظيم ده بجد، أنا حلم أخش الجنة. الفقير أكتر واحد بيبقى عنده إصرار إنه يعمل حاجة، لأنه هو ما عندوش حل تاني. لو يعني لو ما بقاش حاجة مش هيعرف يعيش. الغني إصراره أقل، لأنه هو كده كده عنده بديل. يعني لو عايز يلعب كورة وهو ظروفه كويسة، لو ما جاتش تمام. إنما الفقير لو عايز يلعب كورة هيموت نفسه عشان يوصل، لأنه هو عارف إن هي دي الوحيدة اللي هتخليه يبقى أحسن وأهله يبقى أحسن. فاهم قصدي؟ فهي الفكرة إنه ممكن تاخد ظروفك دي دافع لإنك تبقى حاجة، أيا كان المجال اللي أنت عايزه، أيا كان المجال اللي أنت عايزه. ما تقولش أصله مستحيل، إحنا كان مستحيل، كان مستحيل المستحيل. إحنا جايين، لأنا أبويا نجم، أنا أبويا راجل سواق في هيئة النقل العام، لأنا أبويا راجل نجم، ولا عمتي مثلا كانت في مبنى الإذاعة والتلفزيون. فأساسا إنك تطلع تبقى فجأة بطل فيلم سينما ونازل قدام ناس بقالهم 20 سنة بيعملوا بطولة، يعني مش عايز أتكلم، بس شفنا أيام صعبة جدا 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 جدا، يعني جدا جدا، اللي هو فوق ما تتخيل يعني. ومش طالع بتتاجر بده، ده انت طالع فخور بده. ليه؟ عشان انت المفروض الناس تفرح انه في واحد مننا ربنا كرمه ودخل في وسط الناس التانية. انت فاهم قصدي؟ انا لو قلت ايه الحاجة اللي ممكن تبكيك او تقول الدنيا مش مستاهلة بسببها؟ بص انا على طول بعيط، بص انا على طول بعيط. اولا بزعل على الناس، يعني في ناس كتير حالتها صعبة. ثانيا بحمد ربنا، ما انا كنت في الظروف دي، خد بالك. يعني انا بعيط برضو فرحة. انت والله بتكلم بجد، والله بتكلم بجد. احنا جاي من تحت قوي، ما عشان كده بقول لك، ومش حاجة وحشة ومش حاجة عيب ومش حاجة تضايق، بس انت والله العظيم صعب جدا توصل. يعني الحمد لله رب العالمين، بس انت عشان تلاقي يعني تحط نفسك في وسط اللي فوق دول، والله يا جماعة صعبة جدا. بقول لك دمعت في السينما، لانه انا ازاي وصلت لده؟ انت فاهم؟ حتى لو انت ممكن وانت بتتفرج تشوفه شيء تافه، بس هو بداية. أنا وجهة نظري إنه دي بداية لمشوار نفسي بقى أكمله. والكلام كتير قوي إن أنت والمصحف عمرك ما توصل، يا ابني دي ماشية بالكوسة، يا ابني دي ماشية بالوسط، يا ابني أنت مش بنت، البنات بيوصلوا أسهل. عارف كل الكلام اللي بيتقال ده اتقال لنا. أنا الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، وصلت اللي أنا عايزه. بدأت، أنا بقول لك اللي أنا فيه ده شايفه بداية، بدأت اللي أنا أبدأ أحقق اللي أنا عايزه. وفي نفس الوقت أقول لك على حاجة، بشوف بقى اللي سمعوا الكلام ده زمان لسه قاعدين على القهوة في المطرية، لسه قاعدين على القهوة في المطرية. لما بتبقى في حملات ضدك على السوشيال ميديا بيبقى احساسك ايه؟ وبتقول للناس ايه؟ اي حد بيشتمك على السوشيال ميديا ممكن تقول؟ بص كنت في الاول اقول له ربنا يسامحك، يعني مش هقول له حاجة طبعا، ربنا يسامحه. لانه انا سمعت حد قريب كان قال لما تتظلم، يعني لما تحس بظلم جامد وانت مش قادر تتكلم، يعني وانت لو اتكلمت اصلا والناس عرفت الحقيقه الوضع هيتغير. بس اساسا بس اللي انا بتكلم فيه انه لما تتظلم جدا وانت مش قادر تتكلم ومش هينفع تتكلم، سيب الناس تظلمك قوي، لانه ساعتها اللي هيرد عنك ربنا. فاهم؟ وربنا رده بقى اعظم واجل واحسن، لانه كلنا في الاخر هنروح. يعني انا عايز ده، بتضايق بني ادم، وبتضايق الاول ما كنتش بتضايق قوي عشاني، يعني كنت بقول طز، بس دلوقتي انت في ليك عيال، في عيال بتروح مدرسه ممكن تسمع كلمه مش حلوه، في ام وفي زوجه وفي احساس ظلم صعب والله العظيم. والمصحف ربنا ما يوري لحد، وربنا يسامح كل الناس. ويا عم انا اسف لكل الناس، مع انه ما فيش حاجه، بس انا اسف لاي حد عموما يعني متضايق مني. بس والله ربنا اللي عارف، ربنا اللي عارف الحقيقه. انا عشت تجربه بتاع في قصه المرض دي، وما كانش مرض يعني مرض، يعني فاهم، كان حاجه تافهه جدا. يعني انا عملت عمليه هنا فتاء، تبان صغيره، كنت اتمرن في الجيم فتره مش عارف ايه، فبتشيل غلط حاجات، المهم فتاء ماشي. فهي بتتعمل في ربع ساعه ماشي، وبتروح بعدها بنص ساعه مثلا.
وبتاخد يعني غرزه وبتتكل على الله، بتروح لازقه كده وبتشيلها بعد يومين والحوار خلص. حصل مضاعفات وبتمشي بحاجه اسمها درانق كده يعني، عشان يعني انت عارف طبعا الناس ما. فانا قعدت حوالي مثلا ايه في حاجه هتخلص في نص ساعه، قعدت حوالي شهرين في البيت والله العظيم، والله والله بتمنى اخش الحمام، مش عارف اخش ازاي، مش عارف اخش ازاي. بس طلعت من ده بايه، انه انت هوا، انت فاضي، انت مالكش اي 30 لازمه، والله العظيم هنروح، والله كلنا هنروح، شكرا خلاص يعني، مش هنعيش كام سنه، والله والله ما حد عارف الصح من الغلط، وحياه ربنا احنا بنتساق، بنتساق، ما حدش عارف ايه الصح وما حدش عارف الغلط، يلا الحق مش عارف ايه، الحق لا لا ده والله مش عارف، فتروح ايوه مش عارف، فاهم قصدي؟ فبنتساق وبيتلجوش بيك عشان حاجات تانية تحصل يعني، انت فاهم قصدي؟ لو قلت تلخيصك للدنيا او الحياة كلها في جملة ممكن تقولي فانية يعني، الدنيا دي فانية، هي اسمها دنيا اساسا يعني، هي دنيا دنية فاهم، فهي اساسا مش حاجة. الاهم والله، وانا مش بعمل لك فيها شيخ، بس الاهم والله الاخر، انا نفسي اقول لك حاجة، انت عارف انا حلمي ايه؟ كله يقول لك الحلم ومش عارف انا حلمي، والله العظيم ده بجد انا حلمي اخش الجنة، حلمي سواء انا اللي بعمله ده غلط او صح، نفسي في الاخر ربنا يسامحني على اي حاجه بعملها واخش الجنه، واخش الجنه.